السلام عليكم. إعلام عبري. القبة الحديدية تعترض طائرة مسيرة تسللت إلى أجواء مستوطنة ثيزروت وتسقطها. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفاد مراسل إرتي مساء يوم الأحد بدوي صافرات الإنذار في غلاف غزة وسط أنباء عن إسقاط طائرة مسيرة في أجواء مستوطنة ثيزروت. وقالت القناة 14 العبرية إن القبة الحديدية اعترضت بصاروخ طائرة مسيرة تسللت إلى أجواء مستوطنة ثيزروت وتم إسقاطها. وفجر الخميس الماضي شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على مواقع جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في بعض المنازل وممتلكات المواطنين. واستهدفت الطائرات الإسرائيلية بثلاث صواريخ مواقع وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله. كما قصفت سلاح الجو الإسرائيلي بصاروخ موقعا في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى خسائر مادية في المكان المستهدف دون أن يسجل وقوع إصابات في صفوف المواطنين. كذلك استهدف القصف موقع شمال بلدة بيت لهيا وأراضي زراعية شمال وسط القطاع. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات على أهداف لحركة حماس في قطاع غزة ردا على هجمات صاروخية على مناطق إسرائيلية. وذكرت كذلك تقارير إسرائيلية أن هذه الطائرة التي تم إرسالها إلى مستوطنة ثيزروت هي طائرة إيرانية ويتم تصنيعها في إيران. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.